عظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى في اللوح واسم محمد طغرى. والله يا محمد ما دعوتنا إلا إلى عز الدنيا وخير الختام، وما سمعت كلاما أحلى وأوقع في السمع مما سمعت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول لك رسول الله يا مصعب لسوف تؤذى وتلاقي الإساءة، وأنت فتى مدلل مرفع وهو يخشى عليك ألا تحتمي. والله لا أبالي ولو حزت مني حلاقي. ثبتك الله على إيمانك يا مصعب. إن شاء الله. عمار. بلى عمار، اسمعوا يا آل ياسر. ما وراءك يا عمار؟ لقد أسلمت. أسلمت؟ إيه، والذي نفسي بيده، واتبعت دين محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. من قال سلم؟ يا بني، نحن قوم غرباء في مكة وأهل بيت ضعيف، ولا نحصل لقبتنا إلا بالكد والجهد. أترى موالينا أهل مخزوم سيتركوننا إن علموا بأمره؟ لا يهمني أهل مخزوم ولا أهل مكة، بل ما يهمني أن أعتق رقبتي من النار. وإني أدعوكما يا أمي ويا أبي إلى الإسلام وإلى الشهادتين، فهما والله عتق من النار. وبعد ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. لن نبعد عنك يا بني، والله ما أنجبت قريش مثل فتى هاشم محمد. راددا ورائي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أتبكي يا سعيد؟ أبكي على أبي زيد بن عمرو الذي اعتزل أصنام قريش وذبائح أنصابهم، وساح في الأرض بعد أن ظلموه وأخرجوه، ساح بحثا عن دين نبي الله إبراهيم. أبكي له، لو أن الله مد في عمره إلى هذا اليوم لكان أسعد الناس بك يا رسول الله. ثبتك الله على الإيمان يا سعيد. زيد، أين ابن عمي محمد يا زيد؟ ماذا تريد منه يا ابن الحارث؟ قد جئت مؤمنا بما جاء به. ثبتك الله على الإيمان يا عبيدة، وقد آمنت به؟ والله لم دعاني إلى الموت دون ما دعاني إليه لما ترددت لحظة واحدة. وأنت أخي في الدين يا عبيدة.
يا أمة، جئت أدعوك إلى ما دعاك إليه أخي علي. قل يا جعفر، إنني منصتة. الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا ولدي، ما كنت لأفعل أمرا دون أن أخبر أباك. أخبريه يا أمه، أخبريه، ما كان أبو طالب ليردك عن دين الله؟ سأفعل يا ولدي، سأفعل إن شاء الله. وما جاء ابن عمكم محمد إلا بالحق، لقد ربيته مثل بني، والله ما رأت عيني مثلك يا محمد. جعفر، سأعلن إسلامي بين يدي الآن. طالما كنت لماحة مليحة ذكية شاعرة لا صفية، بل أنت أمه التي رعته يتيما في بيتها وهو يحمل لك كل المودة. علي، قل لخديجة ومحمد إننا قادمتان إليه. بل ادخلا، إنكما من أحب نساء العالمين إلى قلبه. ولدي يا محمد، جئت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أمه، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا هو وخديجة كما رأيتهما هذه الليلة. كم نشتاق إليك يا مبارك آل هاشم. كم أنا حزينة من أجلك يا محمد. سبحانه، ترك الإناث وأخذ الذكور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكما: الله سبحانه أعطى والله أخذ، وكل ما يأتي من عند الله خير، ولا نقول إلا ما يرضي الله. الرسول يعرف يا عمتي، لكنه قلب العمة الولهة يعرف ذلك، وقد قال: لا تذهبا قبل أن تتناولا معنا طعام العشاء. فبناته سعدنا بكما، وكذلك خديجة زوجه، وهي تطلب إليكما البقاء، فأنتم الآن أخوات في الدين. فهذا ما جاء به محمد نبي الله يا خبر. والله إنه عز الدنيا وخير الآخرة. إنه لأمر حسن. فما لك لا تؤمن يا خبر؟ بلى والله، أين هو لأعلن إيماني بين يديه؟ هلم بنا، هلم بنا يا خبر، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلم بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى